السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى سردو. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل فويس اوفر على حالة دكتور احمد، ونعرف بالتفصيل الممل خطوة بخطوة السيمنتيشن بروتوكول بتاع الاوفرلاي. طبعا اول حاجة هنا الدكتور بيحط هنا الكلام، بيجربه عشان نشوف الكلام هل هو مناسب ولا لا. لا تمام. بعد كده بنبدأ نستخدم الرابر دام بعد ما عملنا لها بانشينج، ونركب الرابر دام زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنعمل لها ابلكيشن على الكلامب اللي احنا حطيناه، وبمساعدة الاسيستنت نبدأ نعمل ايه، نبدأ ننزل الشيت حوالين الاسنان زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنبدأ ننزله من على الكلامب من ورا مع الوينجات بتاع الكلامب، ونجيب الدنتال فلوس، ننزل الدنتال فلوس من عند الكونتاكت عشان خاطر نعمل انفيرجن بعد كده كويس زي ما انتم شايفين كده. واخدين بالكم ان احنا دايما عشان نسهل الموضوع علينا بنبدأ من الموست ميزيال توس، زي مثلا هنا الفايف، ما اروحش انزل مثلا السكس الاول الاقي الفايف طلع، فانزل الفور الاول عشان خاطر الشيت يبقى ايه ثابت معايا، وابدا اعمل بقى ميزيال وديستال للسنه اللي انا شغال فيها عشان خاطر يبدا يحصل لها انفيرجن او تنزل من الكونتاكت عن طريق الدنتال فلوس زي ما انتم شايفين كده. واخدين بالكم من الحركه بتاعه الدنتال فلوس اللي انا بعمله اكنه كروس كده على اكنه حرف اكس، بحيث ان هو يمسك الشيت ويشده معايا. زي ما الدكتور بيعمل كده. الرابر دام طبعا في البداية ممكن ياخد معاك وقت، أو لو أنت مثلا مستعجل ممكن تخلي حد يساعدك زي الأسيستنت أو كده، بس كل ما تاخد وقتك في الرابر دام كل ما تلاقي النتيجة معاك أحسن. بعد ما خلصنا نزلنا خلاص الشيت، بنبدأ نعمل حاجة اسمها أدابتيشن بقى للكلام بكويس، لأن لو خدت بالكم بيبقى الشيت ظاهر تحت الكلام بيبقى فيه ليكج، فبنروح مثبتين الشيت بإيدينا أو بصبعين زي كده، وباليد التانية بنجيب الهولدر او الفورسيبس ونرفع الكلام بحيث ان هو يكون مغطى على الشيت زي ما احنا شايفين كده. نبدأ بقى نغسل الشيت عشان لو فيه بليدنج او اي حاجة. الخطوة دي اسمها ساند بلاستينج او اير ابريجن، مهمة جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا ببقى عامل للعيان مثلا البايو بيز في جلسة وجاي الزقله في جلسة تانية، فخلال الفترة ديت بيكون مثلا اكل، في بقايا اكل جه عليها، في سلايفا جت عليها، في ريمنانت من الفود جه عليها، الكلام ده كله، فده طبعا هيأثر له على البوندنج، غير ان هو هياخد من السيمنت جاف. فلازم بعمل هنا ساند بلاستنج لأول حاجة عشان خاطر أعمل كليننج كويس للسيرفيس، تاني حاجة أعمل مايكرو بورز. الساند بلاستنج بتخترق الكومبوزيت أو الريزن كنت أنا عاملها دي، فتعمل لي فيها فتحات صغيرة جدا مايكرو بورز، فدي طبعا هتحسن معايا المايكرو ميكانيكال أدهيجن. أنا طبعا هنا بعتمد على البوندنج كيميكال، بس كيميكال معايا يبقى مع المونيمورز اللي هيحصل لها ريفريشمنت زي ما هقول لكم بعدين، وبعتمد كمان على المايكرو ميكانيكال عن طريق المايكرو بورز اللي هيعملها لي الساند بلاستنج. طب لو حطيت اتش مش هو هيعمل لي مايكرو بورز؟ لا، هو هيعمل لي مع الدنتين والانامل، لكن ده لا دنتين ولا انامل. يعني الدنتين هنا كله عليه ايه، عليه كومبوز، لكن اللي هو بيحط الدكتور بيحط دلوقتي هو بيحط على الانامل، فهنا هيعمل مايكرو بورز في الانامل، لكن دلوقتي اللي في النص ده الدنتين، فهو الاتش هنا على الانامل عشان يعمل سيلكتيف انامل اتشنج، واللي على الدنتين عشان يعمل كليننج مور كليننج برضه للسيرفس. الخطوة دي مهمة جدا جدا، مش بس في الاوفرلي، لا ده في اي ابلكيشن ليك للاتش. لازم بعد ما تعمل ابلكيشن للاتش لازم تعمل له رابنج. ليه؟ عشان اعمل له اكتيفيشن. كل ما تعمل اكتيفيشن للاتش كل ما بتنهانس وبتماكسمايز الافكت بتاعه، بمعنى صح بتخليه يعمل مور بورز، ماشي، فتحات اكتر، بتخلي بعد كده البوندنج ينفلتريت ات مور ديبس سواء في الانامل او في الدنتين. بعد ما نستنى المدة بتاع الاتش بنبدأ نعمل بقى رينسينج، ماشي،
وخد وقتك خالص ورينسينج عشان لو في اي بقايا من الاتش اي اللي انت شايفها. نبدأ نعمل بقى ايه بالاير، ننشف كويس. طبعا نصور بقى زي ما انت حابب. نيجي بقى خطوة البندج ونركز فيها كويس. طبعا في الادهيجن لو انت هتلزق يفضل هنا تستخدم يونيفرسال. ليه يونيفرسال مش تو ستيب مثلا سيلف اتش او 3 ستيب توتال اتش رغم انهم موجود ستاندر؟ يونيفرسال هنا عشان خاطر انت هنا بتلعب على نقطة السيمنت جاب. انت اوريدي البوندنج انت حصلت عليه عن طريق البايو بيز، انت جبت احلى بوندنج مع البايو بيز. انت هنا البوند اللي انت بتعمله فورس سيمنتيشن، فانت عايز بوند يكون الفيلم سيكنس بتاعه 5 ل 10 مايكرو بكتير، وده مش هتلاقيه غير في اليونيفرسال. شايفين الابليكيشن كويس ازاي؟ اعمل اجيتيشن ورابين كويس للبوند، ماشي. بعد كده ابدا بالهواء بالراحه كده اشيل الاكسس بوند او السولفنت اللي هيحصل له ايفابوريشن. طيب هل هنا انا كنت محتاج احط دبل لاير؟ لا، عشان انا مش ببوند الجنتين، انا بس بحط طبقه من البوند وحتى مش بعمل لها كيور. طب ليه مش بعمل لها كيور؟ عشان ما تاخدش من السيمنت جاب بتاعي، فتبقى فيه زي ايه، زي عازل كده ما بين الاستريشن وما بين السيمنت. هنا بقى ببدا اعمل سيرف ستريتمنت للاوفرلاي، كومبوزيت اوفرلاي. هنا برضو بعمل لها لاير من البوندنج يونيفرسال بوند برضو من غير كيور، وهبدا برضو ايه اعمل لها اير دراي عشان خاطر انشف السولفانت اللي فيه. بعد كده بحط بقى الهيتد كومبوزيت، بعمل له ابلكيشن زي ما انتم شايفين كده على السيرفيس بتاع السيجنال اللي انا شغال فيها، ادابتيشن بالبول بنشر. وبعد كده ببدا احط الاوفرلي بتاعتي. ونقطة مهمة جدا، في أنواع كومبوزيت معينة بيحصل لها حاجة اسمها ريباوند، يعني أنت تضغطه من هنا هو هيعكسك وهيطلع فوق، فبالتالي يطلع فوق يخلق لك مايكرو جابس تحت. فأنت مهم جدا تفضل ضاغط عليه، تفضل ضاغط على الأوسيليشن بتاعتك زي ما الدكتور بيضغط كده عشان تمنع حتة الريباوند دي. طبعا قبل ما تعمل بقى لاي كيورنج اتاكد كويس ان انت ضغطت كويس جدا على الريستوريشن. اي اكسس كومبوزيت في البروكسيمال تشيله من دلوقتي، لان انت لو عملت كيورنج هيطلع عينك حرفيا، وهتلاقيه اكل من النيبرنج توس او اكل من السنه بتاعتك والدنيا باظت خالص. فبشرب انسترومنت رفيع جدا زي البروب كده، شايفين الروف بتاعه، ببدا امشي بالراحه خالص واحده واحده عشان برضه في نفس الوقت ما ارفعش الريستوريشن بالغلط وكده. امشي واحده واحده اشيل اي اكسس كومبوزيت ماشي في البروكسيمال او اللينجوال او البكال سيرفس براحتك خالص. طبعا كل ما تكون شغال اندر ماجنيفيكيشن كل ما الموضوع هيكون فيري ايزي وهيكون سهل ليك، فكون انت شايف كل حاجه ادق حاجه. مش بكتفي بس بالبروب، ده انا كمان بنزل بدينتر فلوس في البروكسيمال. ليه بقى؟ لان ممكن تكون في حته كومبوزيت في البروكسيمال كونتاكت، طيب تلعب لها كيورنج هتلاقي افلال الكونتاكت، وانا مش قادر اطلعها طبعا بالبروب. البروب مهما كان رفيع عمره ما يقدر يخش في الكونتاكت، اللي يقدر يخش معايا هو الدنتال فلوس. نصيحه برضو، انت بتشتغل بدنتال فلوس حاول يا تخلي اسيستنت معاك يا تنزل الدنتال فلوس وانت تكون حاطط صباعك عامل بريجر على الاوفرلاي ضاغطها جامد عشان الدنتال فلوس اهو الاسيستنت اللي بتعمل فلوسنج والدكتور حاطط صباعه على الريستوريشن عشان خاطر ما تطلعش بالعصب فتبوظ كل اللي انت قاعد تعمله. خدتوا بالكم من حته الكومبوزيت اللي هطلعها دي كانت موجوده فين؟ في البروكسيمال اريا او في منطقه الكونتاكت، عشان كده نقول مهم جدا تستخدم الدنتال فلوس قبل ما تعمل اي لايت كورنج. خد وقتك خالص. شايفين حتت الكومبوزيت دي كلها هتضايقك في الاخر. بعد كده ببدا اعمل بقى لايك كيورنج. واخدين بالكم ان الدكتور هنا اول مرحله من لايك كيور كان عامل ايه؟ كان مسلط اللايت كيور وفي نفس الوقت ضاغط عشان برده حته الريباوند اللي انا قلت لكم عليها دي.
بعد كده نبدأ بقى نعمل لايك كورينج من ديفرنت سيرفيس، ميزيال وديستال باكال ولينجوال اوكلوزال، كل واحد يبقى 20 ثانية، فبيبقى توتال 100 ثانية أو 80 ثانية، تضمن إن الكمبوزر كله حصل له كيو. وهنا بقى لو مش معانا الأداة ديت، هي طبعا أداة جميلة، لو مش معانا البديل بتاعها اللي هو بليد نمبر 12، بنبدأ بقى نشيل بيها إيه سكراتشنج للبقايا بتاع الكمبوزيت ما بين السيرفيس وما بين إيه الكمبوزيت أوفرلاي. حاجات صغيرة جدا بس برضو ايه عشان تماكسمايز الايه الشغل بتاعك يكون احسن حاجة يعني. طبعا دكتور احمد صالح من الناس المبدعة جدا ما شاء الله في شغل الكومبوزيت وشغل البايو بايماتيك، وانا عرضت عليه حقيقة ان انا اعمل فويس اوفر واشارك الفيديو، هو رحب جدا يعني، ربنا يجازيه ويجعله في ميزان حسناته. نبدأ بقى نغسل بقى عشان البقايا بتاع الكومبوزيت اللي احنا طلعناها ديت. صور براحتك يا دكتور. بعد كده بقى هنبدأ نعمل ايه some sort of finishing، حاجة بسيطة. شوف هنا برضو الدكتور الأول بيتأكد بالدنتال فلوس إن مفيش حاجة حصلت للكونتاكت وإن هو بيخش براحته. كده منطقة الكونتاكت ريستورد ويل. ببدأ أجيب فلين ستون صفرة وأبدأ أمشي على السيرفيس اللي ما بين الكومبوزيت وما بين السنة عشان برضو ايه اعمل فينشنج كويس، ولو في اي كومبوزيت زيادة يتشال. الموضوع سهل وبسيط ولكنه خطوات، لازم تمشي خطوة بخطوة وتاخد وقتك كويس جدا جدا. شغل الاسنان عمره ما كان بالسرعة، مش معنى ان انت سريع معناها ان انت بقى عندك خبرة او حريف او الكلام ده كله، لا ابدا بالعكس، ده اللي بياخد وقت ده اكتر حد فاهم واكتر حد عارف كويس هو بيعمل ايه واكتر حد بيأدي الخدمة على أتم وجه للعيان، فانت ما تخليش حد يستعجلك ولا تستعجل انت نفسك. نبدأ ننشف، نعمل هنا بقى اوكلوزال ادجستمنت، نبدأ نتشيك كده الاوكلوجن، ركزوا في الحركة بتاع العيان هنا بيعمل ايسنتريك، دي اللي اغلبنا بينسى يعملها، اغلبنا بيعمل سنتريك بس، لكن ايسنتريك دي اللي هي اللاترال موفمنت، عشان خاطر لو في اي هاي سبوت ممكن تبان جدا في الايسنتريك او اللاترال موفمنت وما تبانش خالص في السنتريك. وشكرا يا شباب.